السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخ. الله يهديك يا رب، الله يهديك نعم، يا رب. عندي سؤال شيخ بأدب. ها، أسأل؟ اسأل أنت. أنت سائر؟ نعم. اسأل بالحسنى، طيب يلا شيخ. اسأل بالحسنى. أحسنت وهدانا الله وإياك في طريق الحق. آمين في يا رب، قوله آمين يا رب. نعم، في قوله تعالى: ألا تنصرون؟ لقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. السؤال الأول فضيلة الشيخ، إنه سماه صاحبه، وهل صاحب لفظة الصاحب في القرآن الكريم هل يدل على المدح أم ماذا؟ السؤال الثاني فضيلة الشيخ حول هذه الآية، إنه قال تعالى: أنزل السكينة عليه ولم يقول عليهما وحده دون صاحبه، علما أن السكينة تنزل على المؤمنين في مواقف كثيرة في القرآن الكريم، كقوله تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، وكذلك في قوله تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. الأمر الذي يطرح نفسه هنا: لماذا لم يقل وأنزل سكينته عليهما؟ لماذا قال أنزل سكينته طيب، عليه سؤالي على رسوله؟ سؤالي سؤالي، كن نعم معي كن معي. نعم نعم هل أنت تقر بكلام ربك أن أبا بكر صاحب رسول الله في الغار؟ نعم لكن فضيلة يعني الشيخ أنا سؤال، يعني نعم، أنت نعم الآن نعم نعم تقر، الصحوبية تدل على ما الرفق. أنا أسأل سؤال، يعني أنت تقر الآن أن أبا بكر هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار؟ نعم الحمد لله. هل الله يختار لرسوله صاحبا شريرا؟ لكن يوسف هل عليه تتصور أن الله سبحانه وتعالى رب العباد العليم الخبير يختار لرسوله الأمين صاحبا خائنا أو شريرا؟ نعم، الصاحب ورد في القرآن الكريم بموارد غير يعني جيدة، كقوله تعالى: يا صاحبي السجن أرباب المتفرقون خير أم الله؟ وكذلك وقال له ثمر، فقال له صاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. طيب اصبر علي، القرآن الكريم صبرا علي. قوله: لا تحزن إن الله معنا، مع من؟ مع الرسول وحده ومع الصاحب أيضا. نعم، إذ الله يقول سبحانه لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، ولم نعم يقل: إن الله معي. نعم أي، فضيلة كيف الشيخ تجيب قوله على هذا؟ نعم قوله لا تحزن أثبت عليه الحزن في هذا الموضوع، والموضوع موضوع خوف لا حزن، والحزن هو يعني أنا خوف على الفقاد. أستشهد بقوله: إن الله معنا، نعم يعني قال الله معهما، أليس كذلك؟ لكن الله سبحانه وتعالى قال يعني أنت إنه شايف الله مع الرسول فقط وليس مع أبي بكر، أو إن نعم الله معنا؟ معنا ترجع للمؤمنين، ترجع لرسول الله والمؤمنين. يعني هذا الكلام أنت مقتنع به يا دراج؟ يعني أنت مقتنع أن الله معنا هنا ترجع مع المؤمنين كلهم، ولا مع الاثنين اللذين في الغار؟ لماذا ختم في نهاية الآية قوله تعالى: وجعل كلمة الله هي العليا وهي رسول الله، والأخرى كلمة الذين يعني كفروا؟ كلمة الله يا العليا، كلمة الله يا رسول الله، نعم كلمة يعني رسول الله كلمة الله يا العليا، يعني معنى كلمة الله وجعل رسول الله هو العليا، هذا تفسيرك؟ نعم كلمة رسول الله هو العليا، والأخرى كلمة الذين كفروا. بارك الله، هداك الله، أسأل الله لك الهداية، وأسأل الله لنا ولك الهداية إلى الحق والصواب. رضي الله عن أبي بكر، رضي الله عن صاحب رسول الله. السكينة نسبية، السكينة على رسول الله، لا نشك أن رسول الله أعظم إيمانا من أبي بكر، ولكن قوله لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. وفي الحديث: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك باثنين
الله ثالثهما، أليس في هذه فضيلة يا دراج؟ أتي والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ معك أميمة. أميمة من العراق؟ من فلسطين. فلسطين، لست من العراق ببعيد، تفضلي. الله يجعلك من أهل السنة يا رب. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ دعني أكمل أسئلتي وقدرتك طالعة، عدل شفريتك. رحمة ماذا؟ ما أدري ما مراد هذا الشيعي سائر الدراجي المتلون بأسماء غريبة، يضيع أوقات المسلمين، ولم أره سأل سؤالا نافعا، فأرجو، وقد رأيته مرارا يسأل أسئلة يريد بها الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو دأب الشيعة، ويريد بها الطعن في أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وبعد يريد الطعن في أئمة هذا الدين. فلهذا ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، اعتذر لإخواني في القناة ليس لهذا الشيعي عن استقبال أسئلة مثل هذا المهاجم لأصحاب النبي الكريم رضي الله عنهم وأرضاهم. السلام عليكم.